براشث إثوى ملثى وهو ملثى إثوى الواثى لاهم وآلاها إثوى وملثى هانا إثوى براشث الواثى لاهم كل بيذهوى ولعذا وأبلح ذا واث مدم دهوى بي حيهوى وحي إثيه النهرة دبنا يناشا وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخي. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. متابعين الأكارم، متابعي قناة القيامة، نبدأ معكم الحلقة 30 من برنامج ملثة تحت عنوان ملثة العهدين، الكتاب المقدس ولاهوت المسيح، إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع. في هذا البرنامج يكون معنا الدكتور ستيفان جليانا من كندا. يا ألف مرحبا بدكتورنا الغالي. أهلا جنان وأهلا بمخرجنا المحبوب دان وبكل متابعي قناة القيامة في جميع أنحاء العالم. متابعينا، نبدأ هالحلقة المباركة بصلاة، تفضل دكتورنا. طيب دعونا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نشكرك يا رب لأنه مكتوب لكل كلام رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. نشكرك من كل القلب يا رب لأنه في القديم قلت ليشوع أن لا يبرح يعني عينيه من الشريعة، يحفظ في قلبه بالشريعة ويتمسك بالشريعة فيكون رجل ناجح، أيضا لأن الرب كان مع يوسف فكان يوسف رجل ناجحا. كنت مع دانيال يا رب وعطيته الحكمة لكي ما يفسر الكتب. كنت مع إيرميا وجعلته أن يكلم شعبه ويتكلم عن عظمتك وعن محبتك وعن كل ما أعطيته لكي ما يتنبأ به. نشكرك من كل القلب، الكل تنبأ عن الابن الوحيد يسوع المسيح، لكن الرب يسوع المسيح ملثى العهدين، هو لم يأتي بنبوة لكن هو أتى كلمنا عن شخصك المبارك، هو كلمنا عن محبتك وكلمنا عن طريق الخلاص، وهو صار خلاصنا، هو صار ذبيحة التي جعل نفسه ذبيحة خطية على عود الصليب، مات وقام في اليوم الثالث لكي ما يكون لنا حياة أبدية. افتح عيون إيماننا يا رب، افتح قلوبنا لكي ما نراك بالإيمان بالروح القدس، علمنا أيها المعلم واعطينا نعمة في هذا اليوم لكي ما نتعلم من شخصك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آمين. متابعينا الكرام، اليوم دراستنا حتكون من إنجيل البشير يوحنا الإصحاح الرابع، نبدي من العدد الأول، ولكن قبل ما نبدي بهالدراسة دكتورنا نتمنى تنطينا نبذة عن دراستنا السابقة وأيضا الأعداد الأخيرة تتكلم لنا عليها شوية، تفضل. شكرا جنان. يعني احنا بدينا دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والإصحاح الثاني والإصحاح أيضا الثالث. طبعا في إنجيل يوحنا تكلمنا عن الرب يسوع المسيح بأنه هو الله المتجسد، هو ملثى الذي تجسد ولبس جسدا وحل بيننا كما قرأت فيه. وأيضا نرى في إنجيل يوحنا أمور جميلة جدا وهي مقابلات الرب يسوع المسيح مع أشخاص وأيضا إعلان ذاته لهؤلاء الأشخاص. سنرى في الأصحاحات هذه نرى مقابلات الرب السبعة
مع مجموعة من الأشخاص في كل أصحاح نرى مقابلاته وأيضا إعلان ذاته كابن الله وكالله المتجسد. طبعا ورأينا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول تقابل مع يوحنا المعمدان، ثم تقابل مع يوحنا الحبيب وأندراوس أيضا في الأصحاح الأول، ثم تقابل مع سمعان وفيلبس وأيضا نثنائيل وأظهر ذاته لهم. ليوحنا أظهر بأنه هو حمل الله، للتلاميذ أظهر بأنه هو ابن الله، هو الله الظاهر في الجسد. وفي الأصحاح الثاني رأيناه في العرس، عرس قانا، أظهر ذاته لتلاميذه وأيضا أظهر ذاته للمطوبة العذراء وللعريسين وأيضا للمتكئين الموجودين كانوا في العرس. هو الذي أرجع الفرح لإسرائيل في الأصحاح الثاني. فنرى في هذه المقابلات الجميلة بأنه يظهر ذاته، يظهر إلوهيته لكل من يتقابل معه. ثم رأينا في الأصحاح الثالث مقابلته مع نيقوديموس، واحد من رؤساء الفريسيين، واحد من المعلمين الفريسيين، الذي تكلم معه الرب وأعلن له الولادة الثانية، أعلن له المولود من السماء، المولود من الله. وأيضا هناك تكلم عن الحية النحاسية وكيف ابن الإنسان ينبغي أن يرفع على عود الصليب، فأظهر ذاته بأنه هو المخلص. طبعا وفي الإصحاح الرابع اليوم سنرى بأنه هو يظهر ذاته للسامرية، وسنتكلم من هي السامرية، من هم السامريون. لكن قبل ما نأتي إلى الإصحاح الرابع كان عندنا بعض الأعداد من المهم أن نرجع إليها في الإصحاح الثالث. طبعا في العدد 26 صارت، أو في العدد 25 يقول: وحدث مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه؟ طبعا تكلموا عن الرب يسوع المسيح، لكن عندما سنقرأ سنرى بأنه الرب يسوع المسيح هو نفسه لم يكن يعمد، لكن تلاميذه هم الذين كانوا يعمدون. أجاب يوحنا بكلام جميل جدا يوحنا المعمدان وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. نرى بأنه يوحنا هنا يقول بأنه الرب يسوع المسيح لا يستطيع أن يعمل شيء إن لم كان قد أعطي من السماء. هو لم يعطى له من السماء، هو كان عطية السماء كما ذكرنا في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى، عطية الله كانت ابنه الوحيد. عندما سنأتي إلى الإصحاح الرابع عند السامرية يقول لها الرب بعلنية: لو كنت تعلمين عطية الله، عطية الله. فالرب لم يعطى له من السماء، كان هو في السماء وهو أتى إلى أرضنا لكما يخلصنا. نفس الكلام الذي قاله لنيقوديموس: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. لكن جميل جدا هنا يوحنا يسميه لا يقدر إنسان، حقيقة هو إنسان، الله ظهر في الجسد كإنسان كامل، أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. وبعدين يتكلم عن شهادتي، يقول: أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل أنا مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذ فرحي هذا قد كمل. يعني يوحنا بكلام جميل، يعني في ذلك الزمان اليهود كان صديق العريس هو يهيئ الطريق للعرس، كان هو يعمل كل الأمور للعريس. ورأينا يوحنا المعمدان هو قد هيئ الطريق للرب يسوع المسيح اللي هو العريس.
لم يكن ذكر بعد للعروس بعد، لكن أو لم يعلن عروس المسيح بعد، لكن نراها في أفسس الأصحاح الخامس، نراها في متى عندما قال أنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي، كنيسته كانت هي عروسه، لكن هنا عروسه، لكن هنا كانت بداية خدمته. لكن يوحنا المتواضع، يوحنا المعمدان يقول يتفرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. ما أجمل هذا الخادم في كل كلامه يعطي المكانة للرب يسوع المسيح، ينبغي هو أن يزيد وأنا أنقص. ما أجمل تواضعك يا يوحنا المعمدان. الرب يعطينا نعمة أن نكون مثله، نعطي كل المكانة للرب. يعني عندما قال بولس الغلاطيين أيها الغلاطيين الأغبياء، عندما آتي بينكم لا أريد أن أعرض بينكم إلا المسيح وإياه مصلوبا، إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم يسوع فهو في الوسط. نعطيه كل الإكرام، نعطيه كل التقدير، ينبغي هو يزيد ونحن ننقص كما قال يوحنا. وثم يشهد يوحنا بكلام جميل جدا، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فعلا الذي يأتي من فوق، المسيح أتى من السماء، هو رب السماء، هو خالق السماء، فيه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي. يوحنا يقول بأنه أنا إنسان أرضي، لكن الذي أتى من السماء هو يسوع المسيح. والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. فعلا الرب يسوع المسيح هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. فعلا لم يقبل أحد شهادة الرب يسوع المسيح، ورأيناها أمام الصليب، متروك من الآب، مرفوض من الناس، الكهنة والفريسيين قدموه للصلب، الرومان طلبوه، الكل رفضه، كل تلاميذه هربوا منهم. فعلا يعني كلام جميل، شهادته ليس أحد يقبلها. إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، ما قبله، اليهود لم يقبلوه، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. يعني الذي قبل شهادة الرب يسوع المسيح، إنجيل يسوع المسيح، إنجيل ابن الله، خلاص المسيح، ختم بأن الله صادق. اسمعي ماذا يقول الكتاب، ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. نحن نكذب، لكن الله صادق في كل ما يقوله، وكلمته ممحوصة في بودقة 7 مرات، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله. الذي أرسله الله، الرب يسوع المسيح، الله أرسله كما قال في العبرانيين الإصحاح الأول، بعدما كلم الله قديما بالآباء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا بهذه الأيام الأخيرة في ابنه، أرسل ابنه لكي ما يكلمنا عن محبته، ولكي ما يعلم لنا قلب الآب. يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. اسمعي كلام يوحنا المعمدان، ما أجمل هذا الكلام يا يوحنا. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. من أين علم يوحنا بأنه الآب يحب الابن؟ وكان هو يتذكر المعمودية عندما جاء صوت من السماء، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. الإيمان بالرب يسوع المسيح، الذي يؤمن بالابن فقط، ليس هناك إيمان بشخص آخر. لم يعطى لنا اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص سوى الإنسان يسوع المسيح. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، لا سيكون له حياة أبدية. عندما أتوب وأرجع إلى الرب وأؤمن بالابن مخلصي يسوع المسيح مخلصي، يقول له حياة أبدية، لا سيموت بعدين ممكن عند حياة أبدية وليس له حياة أبدية، لا، له حياة أبدية. والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.
كل من لم يؤمن بابن ابن الله يسوع المسيح، يسوع مخلص، يهوى يخلص، الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. هذه هي نهاية الإصحاح الثالث سجنان. فضل إذا كان عندك مداخلة، إذا لا ممكن نكمل دراستنا. دكتورنا عندنا سؤال بهذا الخصوص اللي أنت تتكلم به من دكتور زهر، يقول القراءة بالبداية لما قرأت المقدمة أدنى الجزء الأخير تقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فالسؤال قرأ السجنان كما لوحيد بن الله، لم يقل هو بن الله، لأن كما هي أداة تشبيه، كيف تفسر ذلك؟ يعني ممكن توضحي السؤال سجنان عفوا؟ أعتقد يعني تقول أداة تشبيه كيف تفسر ذلك كما لوحيد من الآب، يعني هي هاي هنا النقطة يريد توصل يما المعلومة أكثر دكتور زهير، لما نقول كما لوحيد من الآب فما معنى هذا الكلام؟ أوكي والكلمة صار جسدا وحل بيننا. أوكي؟ نحن نتكلم عن الكلمة ملثة اللي هو يتكلم عن يسوع المسيح الرب، عن الله المتجسد، عن الله المتجسد. ورأينا مجده، فعلا رأينا مجده، يوحنا يتكلم هو يقول رأينا مجده. أي مجد كان يتكلم عنه؟ كان يتكلم عن حياة الرب يسوع المسيح، عن المجد الذي عندما تجلى الرب على جبل تجلي أمامهم وتغيرت هيئته على الجبل عندما صعد يسوع وبطرس وأندراوس ويوحنا، فيقول رأينا مجده. فهو رأى مجده على الجبل عندما ظهر طبعا موسى وإيليا، هذا واحد. مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق، هو وحيد الآب، هذا هو ابني الوحيد، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. عندما يتكلم عن الابن هو يتكلم عن الرب الإله نفسه. شوفي في إشعياء عندما يتكلم في إشعياء يقول خليني أجيبها في العهد القديم في الإصحاح التاسع، هذا ممكن يوضح هذا الأمر أكثر. طبعا إشعياء إصحاح التاسع، شوفي إيش يقول إشعياء. طيب، لأنه يولد لنا ولد، يولد لنا ولد ونعطى ابنا. أوكي؟ يولد لنا ولد اللي هو طبعا ولد من مريم العذراء، ونعطى ابنا اللي هو الله المتجسد. أوكي؟ وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا. شوفي هذا اللي يقول عليه، يعطى ابنا يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. شوفي يتكلم عنه بأنه هو اسمه عجيب لأنه عمانويل الله معنا، مشيرا الاستشارة به، إلها قديرا هو الله المتجسد. ثم يعطيه هذه الصفة أبا أبديا رئيس السلام. عندما نذهب إلى يوحنا بيقول كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. عندما نجيبها، خليني أجيبها بالإنجليزية العبرية، ممكن ستعطينا أكثر توضيح لهذه الآية. الإصحاح الأول العدد الرابع عشر فيقول طيب الإصحاح الثالث، الإصحاح الأول عفوا، خليني أجيبها بالأصلي في العدد الرابع عشر ستة. أوكي، شوفي شو يقول. And the devar Hashim took on Gafanut، يعني زي يقول، شوفي زي يقول، يقول والكلمة لبس جسدا and made
and made his sukna, يعني خيمته وخيمة, okay, among us. بعدين شوف إيش يقول. يشوع شوفي يشوع the sukna, يعني يتكلم عن الشكينة الذي خيم بيننا, ثم يعطيه هذا هو ابن الوحيد لإلهيم. يعني عندما تقرأ بالعبرية يقول هو ليس, لا يقول كما لوحيد من الآب, هو الابن الوحيد لإلهيم. فهذا ممكن يعطي أكثر توضيح للأستاذ رحيمه. فهو يتكلم عن الابن الذي هو الوحيد الأوحد المعادل لله, وهو الله المتجسد. عندما نتكلم عن الابن نتكلم عن إلهيم هو نفسه, يسميه هاشيم. عندما نأتي إلى الأصحاح الرابع عشر, الأصحاح الرابع عشر عندما فيلبس يأتي إليه ويقول له أرنا إلهيم, أرنا الله وكفانا, يقول له, يوضح أكثر الرب هناك, يقول هذا الكلام, أنا هذا زمان مدته معكم يا فيلبس, ولم تعرفني, من رآني فقد رأى الآب. فعندما يتكلم عن الابن الوحيد يتكلم عن الله المتجسد. لا نستطيع أن نجزئ الآب والابن والروح القدس. هذا هو, هذا شيء السر. كل مهما حاولنا أن نوضح هذا الأمر فنعجز عن التوضيح. الله اللي هو آب وابن روح قدس, اللي هو إلهيم قبل الخليقة, يظهر هو بالجسد ويأخذ صورة الإنسان الكامل لكي ما يبني الإنسان. هنا عندما نأتي ونشرح هذا الأمر يتكلم عن ابن الله الوحيد اللي هو الله الذي ظهر في الجسد. طبعا عندما نذهب إلى الرسائل هذا ما قاله بولس الرسول في تيموثاوس الأولى الأصحاح الثالث عدد 16, عظيم هو سر التقوى, الله ظهر في الجسد, الله ظهر في الجسد. فعندما نأتي للرسائل كلها تتكلم عن إلهيم المتجسد. أوقات عندما نقرأها في بعض الترجمات ممكن ما تعطينا الترجمة الكافية, وطبعا أنا أستطيع أن أأتي بترجمة أخرى, خلينا نشوف الإنجليزية شلون يجيب هذا الأمر. ممكن هذا أيضا يعطينا توضيح أكثر على هذا العدد الجميل, على هذا السؤال الجميل. شوف إيش يقول هنا, and the word was made flesh and dwelt among us and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. يعني رأينا مجده كما هو الابن الوحيد الذي هو للآب. يعني هذه هي الترجمة بالإنجليزية. فأوقات ممكن الترجمة لا تعطينا الفهم الصحيح, لكن عندما نرجع إلى العبرية ونرجع إلى اليونانية ونرجع إلى الإنجليزية يتكلم عن ابن الله اللي هو الله المتجسد. آمين. شكرا أستاذ رحيمة. شكرا جزيلا دكتورنا. والآن متابعينا نبدأ بدراستنا من إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع. سوف أقرأ من عدد 1 إلى 3. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا, مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه, ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. نتمنى دكتور تنطينا تفسير لهذا الموقف. يعني شوفي سجنان, هذا أيضا تكملة. نعم. ممكن بداية هذا العدد تكملة للكلام أو للسؤال الذي قدمه لنا الأستاذ رحيمة. شوفي في العدد الأول, فلما علم الرب. نعم. أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد, يتكلم عن الرب اللي هو الإله الخالق. نعم. عندما نرجع إلى العبرية يسميه ربي, ربي وراباي, هي مشتقة من نفس الكلام. يعني ممكن راباي هو معلم للناموس, له درجة تعليم ناموسية,
وهنا يسميه الرب، يعني الإله الخالق الباري الذي خلق كل شيء. يعني الآن عندما نقول الرب بأي لغة كانت، إذا كانت بالعربية أو إذا كانت الرب، الرب معناته الباري، معناته الخالق. فلما علم الرب يتكلم عنه كالله المتجسد، أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمث تلاميذ أكثر من يوحنا. يعني لماذا لم يقل فلما علم يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه يصير ويعمث تلاميذ أكثر من يوحنا؟ لماذا لم يكتبها بهذه الطريقة؟ لكن الروح القدس يريد يراوينا من خلال إنجيل يوحنا بأنه الله تجسد، إلهيم تجسد وتجسد بالابن يسوع المسيح. يعني هذا الابن يسوع المسيح مخلص العالم هو إنسان، لبس كيف ما يقول رومية صحيح الثامن، لبس شبه جسد الخطية، حاشا أن يلبس جسد الخطية، لكن لبس شبه جسد الخطية، لكن حمل الخطية على جسده ودفع دمه فداء عن خطايانا. فهنا الكلام، فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذه أكثر من يوحنا، يتكلم عن الرب الخالق ويتكلم عن يسوع المخلص. يعني هو الرب الخالق وهو يسوع المخلص. يعني جملة الكلمتين أو الاسمين أو يعني الفاعل، إذا نريد نقول إذا كان الرب أو إذا كان يسوع، هو يتكلم عن المخلص. يعني في الجملة الكلمتين تتكلم عن المخلص نفسه. فلماذا الروح القدس اختار فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد، بل تلاميذه ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. يعني قال بعض المفسرين بأنه لأنه صار كلام وصار أمور كثيرين كثير في اليهودية، فالرب اختار أن يذهب إلى الجليل لكي أن يتفادى هذه المشاكل والأمور كلها، لأن كان صيته قد يعني سمع أو الفريسيين صاروا يتكلمون عنه، فذهب إلى الجليل. وكما قلنا بأنه الجليل هي في شمال إسرائيل طبعا، وبعدين هي المدينة الثانية للرب يسوع المسيح وأيضا لتلاميذه. لكن نرى هنا بأنه الرب يسوع نفسه لم يكن يعمد، لكن تلاميذه هم الذين عمدوا، لكن كان هو موافق على هذه المعمودية، وافق على معمودية التوبة ليوحنا. ثم التلاميذ كانوا يعمدون، لأنه سنراهم بعد ذلك عندما أعطاهم الإرسالية العظمى في متى 28، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا الخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان إلى آخره. فالرب لم يعمد، هو لم يكتب إنجيل المسيح بأنه هو قد عمد شخصا، لكن تلاميذه هم الذين كانوا يعمدون. شكرا سجنان، إذا كان عندي سؤال تفضل. شكرا جزيلا دكتورنا. الآن سأنتقل إلى العدد الرابع والخامس من الإصحاح الرابع إنجيل يوحنا. وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. نتمنى دكتورنا تفسر لنا هذا الكلام، هذا الموقف، خاصة تعطينا التفاصيل من فلان منطقة لفلان منطقة واسم المكان بالتحديد. نعم طبعا شوفي، بعدين يقول ترك اليهودية مضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد أن يجتاز السامرة. كان اليهود يعني خاصة الفريسيين والكتبة طبعا عندما يصعدون من اليهودية إلى الجليل، كان السامرة موجودة بين يعني بين الجليل وبين اليهودية، كان حوالي ما يقارب 30 كيلومتر من الجليل.
وكانت يعني الجليل واليهودية يعني أورشليم المنطقة هي حوالي 92-93 كيلومتر. فكان الكهنة والكتبة والفريسيين عندما يريدوا أن يذهبوا إلى الجليل كانوا يتفادوا السامرية لأن السامرة لأن السامرة كانت مكروهة عندهم، وأيضا كانوا رافضين السامريين لأنه كانوا قليط. أنا سأتي على هذا الموضوع. فكان الشعب أو كان الكهنة والفريسيين يأخذون طريق أطول عبر الأردن ويذهبون إلى الجليل، كانوا لا يسيرون في السامرة. طيب، لكن هنا يتكلم عن أمر جميل جدا، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. يجتاز السامرة يعني نتذكر في إنجيل لوقا يعني أحد قال من هو قريبي، وتكلم الرب يسوع المسيح عن السامري الصالح. أنا لا أرجع إلى هذا المثل، لكن السامري الصالح هو رمز للرب يسوع المسيح هو نفسه. من هم السامريون؟ من هم السامريون؟ وما هي السامرة؟ السامريون هم يعني العشر الأسباط الذي يعني أخذهم آشور أسرى. عندما نقرأ في ملوك الأول إصحاح 17 يعني كان أكو دولتين في إسرائيل، كان أكو إسرائيل اللي هي العشر أسباط، وكان موجود يهوذا وبنيامين كانوا هما المملكة الجنوبية. فلأنه العشر أسباط ابتعدوا عن الرب، وأيضا هم عبدوا الأوثان وقدموا أولادهم للبعليم وبالنار. يعني نقرأها في سفر ملوك الأول الأصحاح 17 عندما آشور أخذهم وسباهم. فهؤلاء السامريين هم خليط بين شعب آشور وشعب اليهود، لسببهم كانوا مكروهين لأن آشور كان الله يستخدمهم كعصا لضرب أو لتأديب إسرائيل. فالسامريين كانوا هم مكروهين. خلينا نرجع قليلا إلى سفر الملوك الأول الأصحاح 17. خلينا نقرأ بعض الأمور بما عمل ملك آشور في المملكة الشمالية اللي هي طبعا اللي هم كانوا الأسباط العشرة. طبعا الملوك الأول أصحاح 17 خلينا نقرأ، عفوا أعتقد الملوك الثاني، أنا ممكن ملوك الأول ملوك الثاني الأصحاح 17 عفوا. أوكي، في السنة الثانية عشر لأحاز ملك يهوذا ملك هوشع بن عيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. وصعد عليه شلمنصر ملك آشور فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. فنشوف هنا آشور أخذهم أوكي أسرى كلهم، ووجد ملك آشور في هوشع خيانة لأنه أرسل رسلا إلى سوى ملك مصر وإلى آخره. وصعد ملك آشور على كل الأرض وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. في السنة التاسعة لهوشع أخذ ملك آشور السامرة وسبى إسرائيل إلى آشور وأسكنهم إلى آخره. ثم بعدين نشوف حتى ملك آشور يقول لهم جيبوا واحد من الكهنة لكي ما يعلمكم الشريعة. عندما نقرأ في هذا الأصحاح من الملوك الثاني أصحاح 17 نرى بأنه هؤلاء الأسباط العشرة ابتعدوا عن الرب، وعمل بنو إسرائيل سرا ضد الرب إلههم أمور ليست بمستقيمة، وبنوا لأنفسهم مرتفعات
في جميع مدنهم إلى آخره، ورح نشوف وعبدوا الأصنام التي قال الرب لها عنهم. طبعا هذا هو هؤلاء هم السامريين، إجا أشور أخذهم أسرى، تزاوجوا مع نساء اليهود وأخرج لنا نسلا هم السامريين. فالسامريين كيف ما قلت كانوا مكروهين عند اليهود، فكان الشعب اليهودي أو كان الكتبة والفريسيين والكهنة لا يسيرون في السامرة، يكرهون السامرة. لكن هنا الرب الذي أتى لكي ما يبحث عن الذي قد هلك، الرب يسوع المسيح هو الطبيب العظيم الذي أتى لكي ما يبحث عن الخراف الضالة، وكانت رسالته ليست فقط لشعبه، هو إجا لشعبه لكن شعبه رفضه وابتدأت خدمته لكل العالم. وإحنا كيف ما قلنا سابقا بأنه إنجيل يوحنا يكلمنا عن الرب يسوع المسيح هو الله المتجسد، وهو يكلمنا عن خدمة الرب يسوع المسيح إلى كل العالم. وكان الرب يسوع المسيح لابد أن يجتاز السامرة، كان في فكره السامرية، كان في قلبه هذه السامرية أن يذهب إليها لكي ما يكلمها ويعلن لها شخصه. لأنه عندما سنقرأ عن حياتها كانت ضايعة، ديانتهم ضايعة، خليط بين آشوريين وبين يهود، لا يعرفون أين يصلون، كان لهم هم أماكن عبادة يعني نسويها مثل اليهود. فيقول هنا وكان لابد أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار. سوخار يعني معناها اشترى، يعني المكان الذي اشتراه يعقوب بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. يعني هذه كانت من المكان أو التقسيم الذي أعطاه يعقوب ليوسف، هذه المنطقة أو هذا المكان كان يعني يعقوب اشتراه في سفر التكوين. من عندما نقرأ بسفر التكوين نرى بأنه هو اشترى هذا المكان وحفر يعقوب هناك بئرا في هذا المكان. فهذا المكان كان ليعقوب، ويعقوب أعطاه ليوسف. فهنا نشوف بأنه هذا المكان انتهى بيد السامريين، فالرب كان لابد أن يمر بالسامرة لكي ما يلتقي بهذه الامرأة ولكي ما يظهر له لها ذاته ومجده. شكرا سيد جنان، تفضلي إذا كان عندك أي سؤال. شكرا جزيلا دكتورنا. متابعينا الآن سوف أقرأ العدد السادس. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. طبعا دكتورنا حضرتك تكلمت على بئر يعقوب، فريد أكثر توضيح لهذا العدد، وأيضا هنا الرب حدد الساعة، الساعة السادسة. لماذا يعني حدد الساعة بالتحديد، ما حدد اليوم السنة؟ تفضل. يعني كانت هناك بئر يعقوب، احنا عرفنا بأنه بئر يعقوب، يعقوب اشترى المكان، كان هذا المكان الحقل أو المكان قد اشتراه من أبي مالك عندما نذهب إلى سفر التكوين. ويعني من المؤسف بأنه هذا المكان انتهى بيد السامريين، اللي شو ما قلنا هم كانوا الأصباط العشرة الخليط مع الأشوريين. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر، يعني هنا يراوينا الرب يسوع المسيح كالإنسان الكامل، الإنسان المتجسد، لأنه فعلا تعب من السفر. ونرى هذه الكلمات تكتب على الرب يسوع المسيح، جاع، بكى على قبر لعازر، يعني عطش في هذا الأصحاح، تعب، يعني يكلمنا عن الرب يسوع المسيح بأنه هو الإنسان الكامل الذي يعيش مثلنا كالإنسان لكن بلا خطية، عاش حياتنا، جرب كما جربنا لكي يستطيع أن يعين كل المجربين. يعني هو أجل كالإنسان الكامل، عاش كالحياة الكاملة، ونراها في حياته، نرى التعب، نرى الجوع،
نرى البكاء، نرى الحزن، يعني حزن عندما كان سيذهب إلى الصليب، صرخ من على عود الصليب. فنرى يعني الرب يسوع المسيح كالإنسان الكامل يسير على الأرض ويذهب لكي ما يبحث عن الخراف الضالة. طبعا يتكلم عن الساعة في كل كلمات الرب عندما يتكلم، شوفي بأنه يذكر الساعة، يذكر دائما الوقت ويذكر الساعة. عندما سنذهب إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 11 نشوف بأنه هناك الرب يسوع المسيح يقول طبعا للتلاميذ ما يعني ما طول اليوم 12 ساعة. يعني شوفي في يوحنا صح 11 على 9 يجيب الرب يسوع المسيح للتلاميذ: أليس ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. فالرب يسوع المسيح يتكلم عن ساعات النهار، ساعات النهار، فهو يتكلم هنا عن الساعة السادسة. الساعة السادسة يعني عندما صلب وأسلم الرب الروح كانت الساعة التاسعة، يعني 12 في وقتنا هذا. الساعة السادسة يعني الساعة التاسعة صباحا. قال بعض المفسرين أيضا لأنه إنجيل يوحنا كتب في آخر القرن، يعني تقريبا سنة 95-96 ميلادية، فاحتمال جدا الساعة كانت مثل ساعاتنا لهذا الوقت. دائما الرب عندما كان يعمل عمل كان يذكر الساعة، يعني عندما كان يشفي كانت تذكر عليه الساعة، في فلان ساعة عمل الرب هذا الشفاء. أيضا يعني يتكلم عن مجيئه بأنه أما تلك الساعة فلا يعرض بها أحد إلا أبي الذي في السماوات. فالرب دائما يذكر الأوقات، يعني أوقات، يقول ليس لكم أن تعرفوا الأوقات الذي وضعها الآب في سلطانه، أعمال أصحاح 1. فدائما كل ما كان الرب يعمل شيء يعمله في النهار، وكان يذكر الساعة لكي ما تدون الساعة، إذا كان يعمل عجوبة أو إذا كان يعمل عمل لكي ما تدون للآخرين. فالرب دائما كان يذكر، عندما يذكر الساعة يذكرها في النهار. طبعا أكو ذكر أوقات أيضا يذكرها الكتاب المقدس، وأيضا يذكر زمن وزمانين ونصف، يعني نراها في العهد القديم، وأيضا سنراها في سفر الرؤيا. عندما يتكلم عن الزمن يتكلم عن سنة، زمنين هي سنتين، نصف هي 6 أشهر. وطبعا يتكلم أيضا عن رأس الشهور، يتكلم عن الأسابيع، والخليقة بدأت بالأيام، يعني فصل الرب بين النور وبين الظلام. فعندما نذهب إلى يوحنا 11 نشوف الرب يقول أليست ساعات النهار 12 ساعة. فهنا كانت الساعة السادسة، يعني احتمال كانت نفس السادسة صباحا، أو الأحرى كانت التاسعة صباحا بتوقيتنا نحن. نعم دكتور، كمثلا توضيح أكثر، إحنا الرب يسوع لما يركز على الوقت كساعات النهار، يعني هالموضوع إحنا تركيزه أو الهدف اللي تينطينا إياه إنه إحنا أيضا ننطي للوقت قيمته، يعني إحنا ساعاتنا وأيامنا على الأرض معدودة، ماكو واحد من عندنا باقي مدى الحياة. فإحنا يجب إنه نقدر كل دقيقة وكل ساعة كيف ما الرب خلال خاصة 3 سنوات الأخيرة ونص كانت يعمل وكانت ينتبه لكل دقيقة. الرب يسوع المسيح يعني عندما قرينا بإنجيل يوحنا نرى هو قد استغل كل ساعة النهار. نعم. وعندما قريتها أنا في إنجيل يوحنا يعني هي واضحة جدا، يعني عندما يقول الرب في الإصحاح في العدد 9 أليس ساعات النهار 12؟
إن كان أحد يمشي في النهار فالرب دي يقول دي يتكلم عن شخصي هو النور نور العالم. يقول أنت إذا تمشي في النور كفي. يقول الكتاب المقدس يعني عندما نذهب إلى العهد القديم ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. يعني كل منا ينبغي أن يعمل عمل الرب كما فعله الرب يسوع المسيح. فالرب هو المثل الأعلى. نرى في هذه 12 ساعة كان هو يذهب من مكان إلى مكان، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة. كان يحسب الساعات ويحسب الأوقات ويحسب أيضا الأشهر والسنين، وكان يستخدم كل هذه السنين لخلاص البشرية. فهو يريد يعلمنا بأنه أن نحن نستثمر وقتنا للتبشير، للتعليم، للكرازة، للوصول إلى النفوس الهالكة التي هي الآن تذهب إلى الجحيم، ولا فقط في النهار، لكن نشوفها في الليل. مكتوب عنه كل واحد ذهب إلى بيته، أما هو فقد ذهب إلى الجبل ليصلي، وكان الليل كله يصلي. كان في النهار يعمل عمل المبشر، يصل إلى النفوس، يخلص النفوس، يشفي النفوس، يخرج الشياطين، يقيم الموتى. وفي الليل كان يذهب وله شركة مع الآب. الليل كله كان هو في الصلاة. وقال هذه الكلمات الجميلة: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. فساعته كانت كلها محسوبة، كان يستثمرها لكي ما يخلص نفوس الشعب. والكهنة والفريسيين لم يريدوا أن يضعوا أقدامهم في السامرة، لأنه كانوا يتصورون أن السامرة نجسة، لكن هو الكاهن الأعلى العظيم المخلص العظيم كان لابد أن يمر من خلال السامرة، لأنه كان يريد أن يلتقي بهذه الأمرأة اللي كانت حياتها يعني كلها آلام، وحياتها كلها خطية، وحياتها كلها بعيدة عن الرب وضائعة حتى في العبادة لله الواحد. فساعات الرب كانت كلها يعني محسوبة واستثمرها لكي ما يصل إلى أكثر عدد من النفوس. ولهذا السبب على عود الصليب قبل أن ينكس رأسه قال قد أكمل، لأنه هو وصل إلى كل من أراد هو أن يصل إليه. شوفي سجنان، كانت الساعة 9 على عود الصليب قبل أن هو يسلم الروح، لكن وصل إلى قلب اللص التائب الذي كان معه. وهذا اللص تاب وقال اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. فالرب يسوع المسيح حتى الدقائق الأخيرة على عود الصليب كان غرضه أنه أتى لكي ما يطلب ويخلص ما قد هلك. ورأيناه على عود الصليب بأنه آخر الدقائق هو خلص هذا اللص. آمين. شكرا جزيلا دكتورنا على التوضيح. متابعينا، الآن سوف أقرأ كل من العدد 7 و8. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. اتفضل دكتورنا، ولو تكلمت أيضا قليلا عن السامرية، ولكن نريد توضيح أكثر على هذان العددان. طبعا يوحنا الحبيب يروينا هذه القصة بهذه السهولة وبهذا الإنشاء الجميل. فجاءت امرأة جاءت من السامرة لتستقي ماء. طبعا كانوا يأتون إلى البئر في ذاك الوقت، كانت الآبار الارتوازية كانوا يأخذون المياه من البئر. فأجت هذه المرأة، يسميها امرأة من السامرة، لم يقل لنا من هي هذه الامرأة، لكن قال لنا بأنه هي امرأة من السامرة.
لا نعلم من كانوا أزواجها، لا نعلم هذه المرأة هل خلفيتها كانت يعني آشورية من شعب آشور أو أن كانت يهودية، لكن عندما ستتكلم عن بئر يعقوب وعن العبادة ممكن جدير بالذكر بأنه هي يعني آباها كانوا قد علموها الشريعة اليهودية أو علموها سفر التكوين وأمور وأشياء، فعلى أكثر كانت هي من يعني من أصل يهودي من الأصباط هذه العشرة. فجاءت امرأة من السامرة تستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب. يا رب أنت ماء الحياة، أنت تعطي العطشان ماء، أنت هو لا فقط الماء، أنت هو الخبز الذي نزل من السماء، أنت هو المن الحقيقي، أنت هو الصخرة التي شرب إسرائيل منها في البرية 40 سنة، الصخرة التي تبعتهم كانت المسيح، كورنثس الأولى 10. فإذا أنت ماء الحياة وأنت تعطي العطشان ماء، طبعا هنا تأتي تسأل هذه الامرأة أعطني لأشرب. رأسا يأخذنا الرسول يوحنا إلى شيء، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. طيب يعني كم واحد يروح يشتري طعام؟ 12 واحد؟ ليش هو أنتم قد راح تشترون طعام؟ أوكي؟ كلكم رحتوا، يعني كل التلاميذ راحوا لكي ما يشتروا طعاما. فيوحنا الحبيب يذكر هذا الأمر، يعني بين التلاميذ بطرس يقول امشوا الكل يروح وياه، تركوا الرب هو وحده. فالرب استغل هذه الفرصة، اجى لهذه السامرية قال أعطني لأشرب. أوكي؟ نكمل القصة سجنا. قبل ما نكمل القصة دكتور، هالكلمة أعطني لأشرب، الرب لما طلب هذا الشيء طلبه من السامرية وليس من اليهودية، يعني من الغريبة، فسرها لنا أكثر. يعني شوفي احنا شو ما قلنا، يعني السامريين هم خليط. نعم. اوكي، فالرب يعلم بانه السامريين كيف ما قرانا احنا في ملوك الثاني اصحاح 17 هم عبدوا الاوثان، ابتعدوا عن الرب كل البعد، لا سبب الرب اقام اشور واشور اخذهم وسباهم. فالرب يعلم بانه السامريين هم ضايعين. نعم. وراح نشوف بانه من كلامه مع هذه المراه راح نشوف بأنه هم فعلا ضائعين بالعبادة، لا يعلموا ما يعني ما هي العبادة. يعني عندما نذهب إلى ملوك الثاني إصحاح 17، يعني ملك آشور طلب كهنة لكي ما يعلموهم الشريعة، هو طلب كهنة أن يجيبوا كهنة لكي ما يعلموهم الشريعة. كانوا شعب بعيد عن الله، شعب كانوا يعني عبدوا البعل وابتعدوا عن الرب الإله. فالرب يسوع المسيح يعلم بأن هذه السامرية هي أصل، يعني هذا هو أصلها، أصلها هي الأصباط العشرة، هي واحدة من الأصباط العشرة الذين ابتعدوا عن الرب الإله. لكن الرب يريد يدخل معها بحوار، كما يعني شفنا في يعني مع نيقاديموس. نيقاديموس كان يتكلم عن الولادة من بطن أمه، والرب يتكلم عن الولادة من السماء. نيقاديموس يتكلم عن أمور جسدية، والرب يتكلم عن أمور روحانية. لكن شوفي جد الرب عظيم، أسلوبه الجميل الذي يصل إلى قلوب الرجال وقلوب النساء. في الإصحاح الأول وصل إلى قلب يوحنا المعمدان، وصل إلى قلب التلاميذ عندما جمعهم. في الإصحاح الثاني وصل إلى قلب العريس والعروسة، وإلى قلب العذراء مريم والتلاميذ ورئيس المتكئ. في الإصحاح الثالث وصل إلى نيقاديموس رئيس اليهود. يعني هذه المقابلات التي الرب أعطاها، الرب يعطينا نعمة أن نتعلم منه هذه الحكمة وهذه البساطة في الكلام. بعض الأوقات يعني ندخل في أمور مستعصية، يعني السامعين لا يستطيعوا أن يفهموا أمور كثيرة وآيات كثيرة
وجميعنا نقع في هذا الأمر. لكن الرب يسوع المسيح يأتي إلى هذه المرأة، هي من السامرة مرفوضة من اليهود، لكن هو يصل إليها ويقول لها ببساطة: أعطني لأشرب، أعطني. وهو يعلم من أين هي وما هو أصلها، وهي أصلها يعني يهودية من الأصباط، هي ليست هي غريبة عنه هو. شكرا جزيلا دكتور. فالآن متابعينا سأقرأ العدد التاسع. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. تفضل دكتورنا. يعني سجنان هنا يعني توضحت القصة أكثر. يعني هنا المرأة هذه الامرأة تعجبت، قالت له المرأة، يسميها المرأة، ما نعرف اسمها، المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب؟ أنت يهودي، يعني هذا الشيء ما صاير هذا؟ يعني مثلا واحد يروح على عدوه ويقول له: يا بنطيني شوية ماء أشرب، يقول له: أنت شلون تطلب مني وأنت عدو؟ أنا عدو مالك، يعني أنت تكرهني كل هالسنين. يعني اليهود لا يعاملون السامريين، ينظرون إليهم كالخطاة، كبعيدين عن الله، لا يعرفون الشريعة، بعيدين عن العبادة. وهي تتكلم ببساطة معه، فقالت له، طبعا بساطة وحق، هذا حق كان في ذاك الوقت. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب؟ أنت يهودي وأنا امرأة سامرية مرفوضة. وتوضحها له وكأنه هي تريد تتعلم للرب، يقول له: شنو، ليش انت ما تعرف اليهود لا يعاملون السامريين؟ شنو غريب يعني، وكأنه انت شنو غريب يعني، شلون انت تتعاملني واليهود ما يعاملون، احنا مرفوضين منهم احنا. فبهذا الكلام الرب اراد ان يصل الى هذه المرأة، وراح نشوف بالقصة كيف الرب وصل الى قلبها وخلصها. إذا كان عندي سؤال تفضلي سجنان، إذا لا ممكن نكمل هذه الدراسة. دكتورنا ومتابعينا نكمل الدراسة، نقرأ الآن العدد العاشر. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. شوفي هذا الإعلان، هذا الإعلان، الإعلان العظيم الذي الرب يسوع المسيح يعلن عن ذاته، يعلن عن ذاته. يعني أعلن ليوحنا المعمدان بأنه هو النور الحقيقي، النور الحقيقي، وأعلن ليوحنا بأنه هو كلمة الله، هو الملث المتجسد. وأعلن للتلاميذ طبعا في الأصحاح الأول لفيلبس ولنثنائيل بأنه هو ابن الله المتجسد. وهنا نرى بأنه الرب يتكلم معها بهذا الكلام الجميل، يدخلها الرب في لاهوته العظيم. أجاب يسوع وقال لها، طبعا هي تتكلم معه بأنه أنت يهودي وأنا سامرية. يسوع يقول: لو كنت تعلمين عطية الله، عطية الله يعني لو تعرفين عطية، ما هي عطية الله؟ عطية الله هي الابن الوحيد، لأنه هو ذكرها في الأصحاح الثالث، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل يعني أعطى عطية الله. أوكي، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وهذا ليس منكم. في غلاطية 3 يقول: قبل أن يأتي الإيمان، الإيمان هو عطية الله، الإبن هو عطية الله. يعني إحنا قرينا في إشعياء، أرجع إلها مرة ثانية في الأصحاح التاسع من إشعياء، شوفي شو يقول، كلام جميل جدا، نفس الكلمة، يعني نفس الكلمة يستخدم، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، نعطى ابنا عطية، يعني عطية هي gift بالإنجليزي، يعني هدية. المسيح هو هدية من السماء، هدية من الله الآب، من إلهيم لكل البشرية. كان ينبغي
أن الرب الإله يعطي ابنه عطية ينبغي أن يكون مساوي للآب في الجوهر. فهو الرب هنا يكلمها عن هذا الأمر، عن هذا السر. لو كنت تعلمين عطية الله، شوفي عندما يقول الرب، أجاب يسوع وقال لا، لو كنت تعلمين عطية الله وحده ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب. يعني لو تعرفين عطية الله وتعرفين من هو الذي يقول لك أعطني لأشرب، يعني شيئا ما تعرفيهم، لا تعرفين عطية الله ولا تعرفين الذي يكلمك. لأن لو كان أنت تعرفين من يكلمك لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. يعني هنا نرى بأن الرب يسوع المسيح يتكلم عن ماء الحياة. طبعا ماء حيا يتكلم عن شخصه المبارك، عن الروح القدس الذي يمنح الحياة، الذي يعطي الحياة الأبدية. الماء طبعا الماء الحي يتكلم إلى الكلمة، إلى الملثى. دائما الماء الراكد في كلمة الله يتكلم عن كلمة الله، لكن هنا يتكلم عن شخصه المبارك بأنه هو ماء الحياة، لأنه سيذكرها بعد ذلك. يتكلم عن شخصه المبارك بأنه هو ماء الحياة، يعني تشربين من هذا الماء ويكون لك حياة أبدية. يعني تقبلين الكلمة، تقبلين الملثى بفرح، تقبلين المسيح مخلصا، تقبلين يسوع مخلصا، فيكون لك ماء حيا. فهنا الرب يعلن لها شيئين: عطية الله اللي هو ابنه، وبعدين من هو، من هو؟ هو الله المتجسد. تفضلي سجلاني إذا كان عندك مداخلة، إذا لا ممكن نكمل هذه الدراسة. دكتورنا ومتابعينا، نكمل الدراسة، وصلنا إلى العدد 11 و12. طبعا هالعددين تنشوف المرأة السامرية بعدها تايها ما تتشوف الحقيقة. هالعددين هما: قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. دكتورنا بعدها السامرية تايها. يعني مع الأسف يا من الروح القدس يكلم ناس كثيرين منا، والكثير منا تايهين. نعم. تايهين، يعني ندخل الكنائس نسمع كلمة الله، كلمة إنجيل المسيح، نقرأ من الكتاب المقدس. الله يريد أن يصل إلى قلوبنا، لكن نحن تايهين، تايهين كما كان نيقوديموس، تايهين كما تاه في عرس قانا. لكن العذراء مريم عرفت بأنه هو هذا الحل. تايهين كالسامرية، يا ما يوجد عندنا في المسيحية الإسمية في كنائسنا ناس تايهين، يدخلون للكنيسة شلون ما يدخلون هيك يطلعون، يدخلون للكنيسة يبينون للناس تائبين، يخرجون إلى من الكنيسة وهم نفسهم تايهين عميان، لأنهم لا يعطوا للروح القدس مكانا ولا يعطوا للتوبة مكانا. هذه المرأة يعني تتكلم عن أمور حقيقية. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك، ما عندك دلو، والبئر عميقة، يعني أنت تعرفين بأنه المي محتاجة دلو، والبئر أيضا عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ يعني أنت وين رح يشربني الماء الحي؟ فهي مبين هي مقارية الناموس، مقارية عن الصخرة التي يعني شرب كل إسرائيل منها، وكانت هي المسيح الذي أعطتهم الماء الحي في البرية. فهي مبين يعني بعدها تتكلم في الجسد، وكأنه هي نيقوديموس نفس الشيء. نيقوديموس يتكلم في الجسد، هي تتكلم في الجسد. فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب
يا سامرية، تعرفين بأنه يعقوب أبيك؟ يعني أبوك كان يعقوب؟ أوكي؟ شنو أنت عظم أبونا يعقوب؟ يعني حلو، يعني يعقوب صار أبوها، وبئر يعقوب صار للسامريين، يعني هذا يراوينا الانحلال الخلقي والانحلال الديني الذي كان موجود في ذاك الوقت. في ذاك الوقت كان انحلال خلقي وانحلال إيماني، كان الكهنة والفريسيين كان كل يعملون بحسب يعني مصالحهم الخاصة، وكانوا ممسوكين من الرومان، والرومان يخلون رؤساء كهنة بكيفهم، وأمور خاضعين للرومان. الشريعة لم تدرس ويعني تعلم بالطريقة الصحيحة. فنشوف بأن هذه السامرية، الأب يعقوب حلو، يعني يمزين تعرفين بأن أبينا يعقوب هو أعطانا البئر، هو أعطى البئر، أعطاها ليوسف، أوكي؟ هو أعطانا البئر، يعني هي تتذكر بأنه هي واحدة من الأصباط، يعني هي تعود إلى واحد من أصباط الاثني عشر، وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. يعني ده تقول للرب أنت ما تعرف بأنه أبونا يعقوب هذه البئر إله، وهذه البئر هي عميقة وهو مواشيه. يعني الرب وين بيتكلم؟ بيتكلم عن عطية الله، بيتكلم عن الماء الحي، وهي ده تجيبها للرب، ده تتكلمها عن الشريعة. مثل ما تيجي مثلا أنا أوقات السير مثلا يفتح يعني كرازة ويفتح مثلا شيء عن الكتاب المقدس، وأتكلم مع الكثير من المسيحيين، وأول ما تكلمه يجيب لك يمنى ويسرى من الكتاب المقدس، ويراوي نفسه بأنه هو علامة وعارف، لكن هو ضايع وأعمى ولا يعلم الحق الكتابي. الرب يسوع المسيح قال فتشوا الكتب، فتشوها للكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. لا تصير مثل السامرية، تعرف أبونا يعقوب وهو كان عند بئر. هذه السامرية تلقب تجيب أمور من العهد القديم وضايعة. الرب يسوع المسيح يكلمها عن شخصه المبارك، عن عطية الله، عن هدية الله للبشرية. الآن الرب يسوع المسيح في هذا العمر كان حوالي عمره 31 سنة، كان هي المفروض قد سمعت بأنه المخلص قد ولد، لأن قبل 31 سنة الملاك جبرائيل بشر المطوبة العذراء وقال بأنه سيولد منك، ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. الملائكة غردوا اليوم في مدينة داود ولد مخلص اسمه المسيح الرب. يعني خلال 31 سنة يا سامرية لم تسمعي بالمخلص الذي ولد؟ يعني هذه كانت حالة إسرائيل في ذاك الوقت، هذه كانت الحالة الدينية أو الحالة الخلقية. فهذا يذكرنا بناس يعني تكلمهم عن كلمة الله، وهو مثلا سامع لك كلمة منا ومننا، ويريد هو يراوي بأنه هو يعرف. شوف، المعرفة جيدة إذا كانت المعرفة تولد بي توبة، لكن المعرفة إن لم تولد بي توبة الرأس سيصير كبير ولا يكون كتوبة، والإنسان سيذهب إلى الجحيم. فأرجو أن أنا وأنت لا نكون مثل السامرية عندنا بعض المعرفة، لكن نأتي إلى عطية الله، ابن الله الوحيد الذي مات حقا من أجلي. أفتش الكتب، أدرس الكتب، أشوف ما هو الماء الحي، لماذا يتكلم عن الماء الحي، لماذا يتكلم عن عطية الله. فهنا نشوف بأن السامرية كانت إنسانة ضائعة، لكن بالرغم من هذا كله نشوف الرب يسوع المسيح يعني حنية قلبه، نشوف سيأتي إليها إلى الخلاص. شكرا سيد جنان، تفضلي. الآن سأقرأ العدد 13 و14. أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. تسلم دكتور، تفضل.
شوفي يعني هنا أنا هي تقول له أنت ما عندك دلو والبئر عميق، ها وشلون راح تنطيني هالماء؟ وهنا أنا الرب يجي يكلمها عن ماء الحياة. أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. حقا يعني كلامه واضح بسيط، تشربين من الماء هذا، تشربين من الماء أوكي، بعد نص ساعة عطشين مرة ثانية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يوجد الكثير لهم بئر واحد يشربون من الماء ويحفرون لهم، ينقبون لهم آبار، ها آبار بلا ماء، آبار مشققة، يعني إلى بزنس واحد يفتح للثاني والثالث والرابع ولا يشبع، ولا يشبع من الماء. كل من يشرب من هذا الماء، كل من يشرب من الأرض يعطش أيضا. كل ما كان تفكيرك في الأرض فأنت عطشان، كلما كان تفكيرك وقلبك وإيمانك بالمخلص يسوع المسيح فأنت لن تعطش إلى الأبد. كلما كان أنت تريد أن تكون حياة على الأرض، هذه الأرض زائلة وستذهب إلى النار الأبدية، وسنرى أرضا جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، هذا الرب يقول له تشرب من ماء الأرض تعطش، أنت محتاج إلى يسوع ماء الحياة. ولكن من يشرب من الماء الذي يعطيه يكلمها، لكن من يشرب من الماء الذي أنا زين مين بتنطي أنت؟ أنت ما عندك، لا أنت تطلب ماء تشرب، أنت تقول انطيني ليشرب، طيب من مين راح تنطيه؟ يعني هاي السامرية بين تقول هذا دي يقول هو ما عنده ما يود يطلب مني، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. الروح القدس، الروح القدس، شوفي الروح القدس عندما سنذهب إلى إنجيل يوحنا الإصحاح السابع يتكلم عن هذا الأمر الرب. طبعا عندما نأتي إلى العدد، خليني أطلع العدد 37، شوفي يتكلم الرب يسوع المسيح عن ماء الحياة. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح، عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حياة. فهو يقول لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، لأن الروح القدس، الروح القدس يبقى هو ماء حياتنا، نشرب منه، نرتوي من المسيح. كفي؟ بل الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، هذا الينبوع يكبر، يكبر إلى وهي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي شرب ماء الحياة اللي هو يسوع المسيح. لا فقط هذا، أنا أشرب الماء وأفيض، وأفيض على الآخرين بنور المسيح، بنور المسيح، كأسي ريا، كأسي يفيض على الآخرين. فالرب يسوع المسيح بيكلمها عن هذا الماء، الماء الذي هو يعطيه. فأنا يعني في هذه الفرصة، هل أنت محتاج إلى ماء الحياة؟ إذا كنت أنت محتاج إلى ماء الحياة تعال إلى يسوع كما السامرية أيضا. وستكمل السامرية هذه القصة، اسمع، السامرية عندما سمعت بأنه الرب يعطي هذا الماء، شوف يعني رد كلامها إيش كان. تفضلي سجنان إذا كان عندك مداخلة، إذا لا ممكن نكمل القصة. العدد 15، قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي.
أيضا المرأة لم تترك كلام الرب دكتورنا. يعني شوفي الرب يجيب للمرأة يعني شو ما يقولون إذا كلمة صحيحة بوشويش، يعني على كيف. نعم. كل مرة الرب يعلن لها شيء، أعلن لها بأنه لو كنت تعلمين عطية الله الذي يتكلم معك ماء الحياة، أعطيك أنا ماء الحياة، لن تعطشي إلى الأبد. فالرب يحاورها لهذه المرأة لكي ما يوصل إلى قلبها، يريد يفهمها للمرأة بأنه أكو طريق خلاص، الطريق اللي هي المتعلمتها الديانة التقليدية، الديانة الغير حقيقية سامعة منها ومنها، هذه راح توديها للجحيم، وراح نشوف بأنه حياتها هي جحيم. ويوجد كان يوجد الكثيرين من أمثالها في ذاك في تلك الأيام يعيشون نفس العيشة. واليوم في هذه الأيامنا إحنا يوجد كثيرين من الناس يعيشون نفس العيشة، يعيشون في خطاياهم وهم يترددون على الكنائس ويتكلمون عن المسيحية وهم لا زالوا في الخطية كالسامرية، وممكن أسوأ من السامرية. اسمعي ماذا يقول، ماذا تقول السامرية؟ يا سيد أعطني هذا الماء، يعني أخيرا هي اقتنعت، لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. يعني وكأنه المرأة آمنت بي، أوكي إذا أنت تقولك مي ومع حياة وما راح أعطش، بعد أنا علمي جاي على هذا البئر نمطيني منها وبعد أنا بعدين أنا ما أجي. لكن راح نشوف الرب يسوع المسيح راح يغير الموضوع بالكامل، وكأنه الرب يريد يدخل فعلا القلب، يريد يدخل إلى خطاياها لكي ما تعترف هي بالخطية. المشكلة هي ليست شرب الماء، لا تستطيعين أن تشربين الماء الحي إن لم تتوبي وترجعي عن خطاياك. فالرب يسوع المسيح كلمها عن طريق الخلاص، كلمها عن هو عطية الله، عن هو الذي يكلمها، عن هو ماء الحياة أو هو الذي يعطي الماء الحياة. وهنا سيدخل الرب إلى قلبها لكي ما يفتح القلب، لأنه هو فاحص القلوب والكلى، لكي ما هي تعترف بخطاياها تتوب وترجع لكي ما يخلصها. بلا الاعتراف بالخطية والتوبة الحقيقية لا يوجد خلاص للإنسان. فهنا طبعا الرب راح يغير كل هذا الموضوع إلى موضوع ثاني. تفضلي سجنة. دكتور مداخلة صغيرة جدا، احنا من خلال هذا الحوار الجميل الموجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع وأيضا من خلال كلامك تنشوف الرب تحاول عدة مرات، يعني الرب لا يمل من الخاطئ من الإنسان، يحاول يجذبه إلى بقدر الإمكان. تمام، يعني عند الرب لا يوجد يأس للدقيقة الأخيرة. نعم كلامك مضبوط جدا. يعني كان بولس الرسول من المبشرين من الرسل الذين كانوا لهم يعني موهبة جميلة جدا لكي ما يصل إلى قلوب الأمم، عندما يعني في أعمال الرسل الإصحاح 17 عندما دخل الأثينة وكان هم يعبدون إله مجهول كما هي السامرية تعبد إله مجهول، وابتدأ بولس من هناك يقول هذا الإله المجهول الذين أنتم تعبدوه هو المسيح الذي أنا أكرز به. لكن هناك عندما نقرأ في الإصحاح 17 من أعمال الرسل هناك يتكلم الرب بهذه الطريقة، نشوف هنا الرب يتكلم مرة أو مرتين، ممكن يتكلم الرب بالحلم، يمكن الرب يتكلم من خلال مبشر، من خلال كارز، من خلال قس، من خلال كاهن، من خلال كل أولاده. لكن إذ كان للإنسان أذان للسمع فاسمع كلمة الكرازة، كلمة الخلاص، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. وعندما نرجع إلى بولس وأعمال الرسل 17 هناك يتكلم الرب يقول الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل،
يعني اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. الله اليوم يأمر جميع الناس أن يتوبوا. صحيح هو يكلمك مرة ومرتين ثلاثة أو أربعة، يعني شوفي في رومية الأصحاح الثاني يتكلم الرب هذا الكلام الجميل جدا، أفتظن هذا أيها الإنسان الذي أقرن عدد أربعة عفوا، أم تستهين بغنى لطف الله لطفه وإمهاله وطول آناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. الرب الإله يعني هو يعني تستهين بغنى لطفه وإمهاله طول آناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. الرب يريد أن يقتادك إلى التوبة. الرب يسوع يتكلم مع السامرية بطريقة، طريقتين، بثلاثة، بأربعة، ويريد أن يصل إلى قلب هذه السامرية. وصلنا الآن إلى أن الرب يريد يعلن خطاياها، أن يعلن هذه الخطايا لا لكي ما يشهرها الرب كما فعل اليهود في الأصحاح الثامن وجابوا المرأة الزانية. للمرأة الزانية الرب لم يقول لها أنت زنيتي، قال لها الرب هذا الكلام. الرب لا يشهر أخطائنا، نحن نشهر البعض. اسمعي ماذا يقول الكتاب، المحبة تستر كثرة من الخطايا. للمرأة الزانية قال لها الرب أين هم المشتكون عليك يا أمرأة؟ ألم يدينك يا حد؟ اذهبي بسلام، أنا هم ما أدينك، لكن لا تعودي تخطئي فيما بعد. فهنا الرب يريد يجيب هذه السامرية للتوبة. هو لا يريد أن يفتح قلبها لكيما هو يعلن خطاياها، لكن يريد يصل إلى قلبها لكيما تتوب وترجع ويمنحها الخلاص. شكرا سجنا. تسلم دكتورنا. طبعا متابعينا الأعزاء وصلنا لنهاية الحلقة الجميلة هاليوم، كانت الدراسة مالتنا من الإصحاح الرابع إنجيل يوحنا من عدد 1 إلى عدد 15. إن شاء الله الأسبوع القادم بقوة الرب نكمل بهالدراسة الجميلة الممتعة. دكتورنا الغالي، نتمنى نختم هالحلقة بصلاة. طيب خلينا نصلي. يعني خلينا نتوب للرب. آمين. خلينا نتوب. يعني داود أخطأ تاب، قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعته. الخطية هي ضد الله، الخطية هي ضد الله. الابن الضال من رجع قال أعود لأبي وقول قد أخطأت إلى السماء وقدامك. عندما نخطأ إلى السماء، نخطأ إلى الله، نخطأ إلى إلهيم، نخطأ إلى الرب الذي دفع ثمن خطايانا. فإذ كنا نحن في الخطية نتوب، نرجع للرب، نفتح قلوبنا للرب، ويعني نفتش الكتب، نقرأ الكتب المقدسة، نقرأ إنجيل المسيح، نتوب من كل القلب، نسير في الشارع نور العالم ملح الأرض، في الكنيسة نور العالم ملح الأرض، نتفحص كلمة الكتاب، الكلمة التي تنقينا بغسل الماء بالكلمة. نتوب للرب، نرجع للرب من كل القلب، نوعد الرب من اليوم، نقول للرب من اليوم يا رب أنا سأسير لك تلميذ. إن أراد أحد أن يأتي ورائي قال الرب فلينكر نفسه وانكر نفسك، احمل صليب الرب كل يوم واتبع الرب، لا تحمل هذا الصليب، احمل حياة الرب يسوع المسيح، كن يسوع في حياتك وكن كارزا ومعلما لكلمة الله ومفتشا كلمة الله. شكرا جزيلا إلى أن نلتقي بالأسبوع المقبل، الرب يكون معكم. شكرا جزيلا دكتورنا، وأيضا أشكر جميع متابعينا الأعزاء على هالتفاعل الجميل، وأشكر الأسئلة اللي تترسلوها إلنا بقناة القيامة. هاليوم ما صار عندنا مجال كثير إنه نتطرق لذيك الأسئلة، بس نوعد هالأسئلة حنتطرق لها الأسبوع القادم. متابعينا الأعزاء، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا، سنكون معكم الأسبوع القادم بقوة الرب، تابعونا. براشت إثوى ملثى وهو ملثى إثوى الواثى لاهم،
وآلاها إثوى وملثى هانا إثوى براشيت الواثى لاهم كل بي ذهوى ولعذا وأبلح ذا واث مدم دهوى بي حي هوى وحي إثيه النهرة دبنا يناشا وهو نهرة بحشوخة منهر وحشوخة لا أذرخيه.